شادي الشعر، شاب لبناني طموح. أنا من بلدي اسمها برقاشة، قضاء بشري. بلدتي مشهورة بطبيعتها الساحرة، وعندنا كمان أقدم غابة أرز بلبنان هي أرز الرب. أنا بلشت دراستي كميكانيكال إنجينير بألمانيا، ونهيتها in business administration بلندن. فالبزنس هو أخذ الحيز الأكبر من حياتي. الفكرة بلشت اني انا زبون خان الصابون قبل اي شيء. انا من العشاق لهيدا المنتج، براند ما بقدر استخدم غيره. وكانت الفرصة انه وقت اللي حبيت اكون وكيل كان سوق قطر هو اللي متاح، واخذت الوكالة بقطر. وهيدا الشيء ما ندمت عليه ابدا، بالعكس. قطر بلد جميل جدا، مشهورة بالأمن والأمان والرؤية المستقبلية الواعدة. فالحمد لله كانت تجربة جيدة. نحن خان الصابون بيقدم كل شيء، منتجات أورغانيك ناتشورال from head to toe. يعني عندك مجموعة العناية بالشعر، العناية بالوجه، العناية بالجسم، سكرابز، كريم، المنتجات يلي بتحارب الشيخوخة، الزيوت العطرية، الجل الاستحمام، الصابون الطبيعي، كل المنتجات الطبيعية. واللي بيميز خان الصابون انه كل الانجريدينز ار اديبل، يعني مطبخ مش مصنع، بينعمل بمطبخ خان الصابون. فكل المنتجات مكوناتها قابلة للأكل، وهذا الشيء واضح بالمنتج. يعني البرودكت هو بيحكي عن حاله، البرودكت أثبت حاله. خان الصابون عالمي صار بكتر. في منافسة صحيح، بس نحن عنا كامل الثقة بالزبون القطري يلي ذوقه رفيع جدا وما بيعجبه حيلا شيء. ونحن 90% من زبايننا هن قطريين، وهن اللي اختارونا مش نحن اخترناهم. فالحمد لله، يعني هيدا الشيء هو اللي عاطي البوش الأكبر. هلأ نحنا كنا متوسعين كتير بكتر، كان عنا بأكتر من مول. سكرنا معظمهم بفترة كورونا، والحمد لله اللي عملنا هيك مشان نضل واقفين على إجرينا. مثل ما خان الصابون أورغانيك، نحنا مندير البزنس كمان بطريقة أورغانيك. هلأ عنا بس بالرويال بلازا، وعندنا على الاونلاين بلاتفورمز مثل طلبات وسنون. وبتعرفي المينتاليتي صارت مور اورينتد على الاونلاين بلاتفورمز. وعندنا في تو مولز نحن موعودين انه يكون لنا مكان فيهم اون ذا ويتنج ليست. هودي بنبقى نفاجئكم فيهم بس يصيروا ان شاء الله. سؤال كتير حلو وصعب الإجابة عنه باختصار، لأنه خان الصابون بيختصر فكرة ومسيرة نضال كبيرة مع الطبيعة من أيام الأجداد. يعني تطورت وصارت وصلت لهالمنتج السيمبل الحلو. خان الصابون بيميزه أنه برودكت عنده ايدنتيتي، عنده بصمة، عنده حياة. كتار بيشتغلوا أورغانيك، كتار بيشتغلوا ناتشورال كوزماتيكس، بس بكل تواضع بحب اللي أنه خان الصابون عنده بصمته.
هالبرودكت على قد ما هو سيمبل فيه حياة، فيه روح، وهيدا الشيء بيلمسوا زبايننا. يعني للذكر في بعض زبايننا وهيدا حقهم انه يجربوا برودكتس مختلفة تاني اورجانيك وناتشرال، بيرجعوا لنا بعد فترة وبيعبروا لنا عن انه جربنا وسمعنا انه هيدا برودكت حلو وهيدا هيك وهيدا هيك، بس صراحة ما في احلى من خان الصابون، وهيدا هيدا شهادة كتير كبيرة، وهيدا شيء كتير مهم وبنفتخر فيه. ثقة الكاستمر فينا وثقة الكاستمر بالبرودكت. رسالتنا من القلب، رسالتنا شو ما نقول ما منقدر نشكرهم. بنتمنى يكون عنا ربعهم ببلادنا حصرة بالقلب، فالله يحميهم، الله يحفظهم ويحفظ شعبهم ويحفظ بلدهم. قدوة للعالم، مثال يحتدى به صراحة. الله يحميهم، يعني الله يحميهم ويعطيهم طولة العمر ومزيد ومزيد من الازدهار. الشكر لله بالدرجة الأولى، لأنه نحن بنشتغل على 99، تبقى هالواحد بالمية هيدي اللي الله بيبقى نعم علينا فيها، هي اللي بتكلل النجاح. الشكر الثاني هو للدكتور بدر حسون يلي هو قدوة بالنسبة لي أنا، يلي هو الفاوندر تبع خان الصابون. أنا تعلمت منه كتير، شخصية مميزة جدا جدا، مدرسة، تعلمت كتير وبعدني بتعلم كتير. هو كان داعم لي دايما، وهيدا فضل أنا ما بنسيه بحياتي الحمد لله. العائلة دايما سبورت، هودي ما قلهم بالشكر، فشكرهم مستمر دائم.